لأخبار بسرعة كده تناولها الزميل محمد فاروق، لكن هنقول كده بسرعة كده إن أزارو أجاييه، باكاماني، معلول، ما شاء الله ما حدش كان يعرفهم، صح؟ ما حدش كان يعرفهم دلوقتي في المنتخبات. أزارو بعد ما المدير الفني المغربي طلع قال أنا أزارو استبعدته مش عارف إيه، دلوقتي أزارو في منتخب المغرب مع الأهلي. أجاييه أول ما جه احنا قلنا كلنا اجاييه، وانا كنت منهم برضو، اجاييه اصلا بصراحه هو عنده بطء شويه مش عارف ايه. اجاييه دلوقتي في منتخب نيجيريا. علي معلول طبعا في منتخب بلده هو نجم اصلا، لكن برضو مع النادي الاهلي، النادي الاهلي غير، النادي الاهلي غير، وده اللي احنا اتعلمناه، وده اللي لعيبه الاهلي عارفاه ومتاكده منه ومقتنعه بيه. النادي الاهلي غير، النادي الاهلي اللعيبه بتجيله حتى لو جايين نجوم، لكن في النادي الاهلي بيبقوا نجوم في السما فوق قوي 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 كله. وقبل كده انا قلت انت بتعمل باص او بترقص حد او بتجيب جوان لو عملت حتى قرد او ساحر في اي نادي تاني غير النادي الاهلي. النادي الاهلي يقول لك الله بص عامل ازاي، بص الجمال، بص الحلاوه، بص الباص، بطن الرجل، وش الرجل، بص عينه، بص شعره، بص دقنه، بص مش عارف ايه، بيفصص اللعيب نادي الاهلي. لكن لو في اي حته تانيه الموضوع ولا حد يعرفك اساسا، مع احترامي للكل. في لعيبه قبل كده قلت، في لعيبه في انديه والله العظيم بيخبوا الكوره لكن ما حدش يعرف عنهم حاجه. للاسف لو جاب جون عالمي يقول لك الله جون جميل جدا وخلص الموضوع. لكن الاهلي والزمالك كمان يعني، بس طبعا الاهلي موضوع تاني، الاهلي يقعد يجيب ويعيد ويزيد، ماده لاي حد لعيبه النادي الاهلي. فعشان كده النادي الاهلي ولاعيبته دايما مختلفين ودايما مميزين. فازارو نجم النادي الاهلي وهداف الدوري العام بيروح منتخب المغرب وهو حاطط رجل على رجل كمان. ده كان خبر النجم وليد ازارو. ايضا النجم اجاييه، لسه النجم اجاييه برضو دي مشكله، مش عارف ليه متاخر كده راح نيجيريا عشان يخلص بعض الامور المتعلقه بانضمامه للمنتخب النيجيري، ولسه ان شاء الله يكون يعني وصل او هيوصل بعد ساعات قليله. طيب ناخد امير هشام من الجابون. امير هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ طمنا عليك الاول في الجابون. كله تمام والله يا كابتن ميدو، بس الدنيا حر شويه، الرطوبه عاليه جدا للاسف، اجواء يعني صعبه شويه هنا في الجابون، درجه الحراره مرتفعه جدا يعني تصل لحوالي 36 درجه مئويه، فبالتالي الجو حر، فالدنيا صعبه شويه يعني للاسف. احنا كله تمام، البعثه كلها تمام، الامور ماشيه حتى الان بشكل جيد. طبعا خليني اكلمك على الفريق على طول، يعني طبعا النهارده الفريق كان عنده المران الاخير تحت قياده الكابتن حسام البدري، طبعا المدير الفني القدير للنادي الاهلي. يمكن كان مران مهم، الكابتن حسام البدري اكيد استقر فيه على بعض الجوانب الخاصه بالفريق والاسلوب اللي هيلعب بيه طبعا مباراه الغد امام فريق منانا الجابوني. وطبعا يعني الاستعدادات اكيد جيده بالنسبه للنادي الاهلي يا كابتن ميدو. النهارده طبعا اختتم خلاص الفريق استعداداته من حوالي بالتحديد ساعه بالظبط، المران النهارده كان في نفس توقيت المباراه. المباراه طبعا غدا ان شاء الله هتكون في تمام الساعه 3:30 عصرا بتوقيت ليبرافيل هنا بالجابون، و4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة. النهاردة المران طبعا كان في نفس التوقيت ده، كان درجة الحرارة مرتفعة، طبعا الجهاز الفني كان مفضل ان المران يكون في هذا التوقيت عشان الفريق ياخد على الأجواء وعشان الفريق يتعود على درجات الحرارة المرتفعة، والمتوقع ان هي هتكون متواجدة بكرة خلال مجريات المباراة، وممكن تكون احدى العقبات طبعا بالنسبة لفريق النادي الاهلي يا كابتن ميدو غدا في مباراة منانا. لكن بشكل عام الامور ماشية بشكل جيد. التدريبات النهاردة كانت تدريبات فيها بعض الجوانب البدنية، أيضا كان فيها بعض الجوانب التكتيكية اللي ركز عليها الكابتن حسام البدري. طبعا كالعادة طبعا كان في مع نهاية المران زي تراي ماتش كده كابتن ميدو، كابتن حسام البدري اطمن من خلاله على طبعا الحالة البدنية والفنية بالنسبة لجميع اللاعبين الموجودين مع النادي الأهلي هنا في المعسكر. طبعا مع نهاية المران كان في تدريبات على الكرات الثابتة، كابتن حسام البدري كان مركز عليها بشكل كبير جدا وخصص فقرة للضربات الثابتة
مع بعض اللاعبين زي وليد سليمان، علي معلول، احمد حمودي، احمد فتحي، وايضا مروان محسن، وكلهم ادوا التدريبات دي بشكل جيد جدا. لكن اللي تالق بشكل كبير هو وليد سليمان، وقدر انه يحرز اكتر من ضربه ثابته. ووليد بشكل عام واضح ان هو جاهز بدنيا وفنيا بشكل كبير جدا، وهو متالق خلال الفتره الماضيه. خليني اقول لك ايضا يا كابتن ميدو، النهارده فجري اليوم انضم طبعا اللاعب وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي، واللي كان متواجد في المغرب لانهاء بعض الاجراءات الخاصه بالسفر مع منتخب بلاده للمعسكر الخاص بالاستعدادات لكاس العالم خلال الفتره المقبله. وزي ما احنا عارفين وليد ازارو انضم مؤخرا للمنتخب المغربي. النهارده وليد شارك في المران بشكل طبيعي، وشارك في التقسيمه بشكل طبيعي. واضح ان هو كان عنده بعض التدريبات خلال الكام يوم اللي كان متواجد فيهم في بلاده بالمغرب، وجاهز بدنيا بشكل كبير جدا للمشاركه في المباريات. وطبعا ده على حسب الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. من الوارد جدا ان هو يبتدي بكره بمروان محسن، وخصوصا ان هو متالق بشكل كبير، وهو اللي كان متواجد في التدريبات الاخيره الخاصه بالنادي الاهلي سواء في مصر او فور الوصول هنا للجابون. النادي الاهلي اتمرن ثلاث تدريبات. مروان طبعا كان عقب الوصول مباشره بعد رحله شاقه جدا يا كابتن ميدو، استمرت حوالي 11 او 12 ساعه. لكن كابتن حسام البدري والجهاز الفني يفضل ان يكون في تدريبات للفريق لفك العضلات، وعشان الفريق طبعا يكون جاهز بدنيا لهذه المباراه. وكانت تدريبات خفيفه امبارح، ايضا كان المران الثاني للنادي الاهلي، وكان على الملعب الفرعي الخاص باستاد الصداقه اللي هيستضيف هذه المباراه. ايضا النهارده كان المران على الملعب الاساسي هو ملعب الصداقه، وبالمناسبه هو ده الملعب الخاص بالمنتخب الجابوني، طبعا بيتلعب عليه كل المباريات الدوليه الخاصه بهذا المنتخب. ارضيه الملعب يا كابتن ميدو يعني سيئه، يعني هو الملعب من بره شكله حلو قوي، يعني في تجهيزات حلوه، امكانياته كويسه، لكن ارضيه الملعب اللي هو اهم شيء لا سيئه جدا، يعني زي بالظبط كده كانك في حديقه كده يا كابتن ميدو، مش ارضيه تساعد على اداء جيد او على تمرير الكوره سهوله. وعلى فكره النهارده كابتن حسام البدري خلال المران، عشان النهارده كان طبعا بالتحديد المران على الملعب الاساسي، فالكابتن حسام البدري ادى بعض التعليمات للاعبين خلال المران، وقال لهم ضروره ان احنا نباصي الكوره بسرعه عشان ارضيه الملعب مش مهيئه بالشكل المطلوب للاعبين، وهتبقى عائق اكيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي خلال مباراه الغد. لكن رجاله النادي الاهلي يا كابتن ميدو زي ما انت عارف هم متعودين على الاجواء دي، واجواء كمان اسوأ من كده وملاعب اسوأ من كده، وبيقدروا ان هم يقدموا مباريات كبيره، وبيقدروا ان هم يفوزوا بهذه المباراه. خليني اقول لك ان في حاله من الجديه والتركيز كبيره جدا، يعني رغم ان النادي الاهلي فاز في مباراه الذهاب بنتيجه 4-0، هي نتيجه طبعا مريحه ونتيجه جيده جدا بالنسبه للفريق مع بدايه بطوله مهمه زي بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن كابتن حسام البدري في كلامه مع اللاعبين طلب منهم ضروره التركيز، ضروره الجديه، وقال بالحرف الواحد، قال ان المستوى اللي ظهر بيه فريق منانا خلال مباراه الذهاب مش هو ده المستوى الحقيقي لهذا الفريق. اكيد هيستغل عنصر الجمهور، هيستغل عنصر الملعب، هيستغل عنصر المناخ كمان، ويستغل هذه العناصر طبعا في مواجهه النادي الاهلي. فالكابتن حسام طبعا حذر اللاعبين من هذه الجزئيه، واداهم امثله على فكره كمان بمباريات لبعض الفرق، وكان من ضمنهم النادي الاهلي في عام الاعوام. يمكن النادي الاهلي كان فاز بنتيجه مريحه في القاهره، وللاسف كان خسر في مباراه العوده اعتقد في مباراه كانت مع احدى الفرق الاثيوبيه. فالكابتن حسام البدري اداهم تعليمات بضروره التركيز في هذه المباراه، واكيد طبعا كابتن ايوب زحلك توفيق ان شاء الله. كابتن ميدو ده كان كابتن ايوب طبعا معانا، واكيد يعني الاستمرار في الاستعدادات للنادي الاهلي والتهيئه النفسيه كان شيء مهم جدا من كابتن حسام. زي ما قلت لك ان هو اداهم تحذيرات كبيره جدا بعدم الاستهانه بهذا الفريق، فريق منانا الجابوني. خليني اقول لك ان فريق منانا يعني يمكن عنده 2 من العناصر الدوليه فقط، بقيه اللاعبين شباب، يعني مش لاعبين كبار بشكل كبير، لكن هم واخدين المباراه ايضا بمنتهى الجديه. هم شايفين ان فرص صعود النادي الاهلي بكل تاكيد هي اكبر، لكن هيحاولوا ان هم يعملوا اي حاجه خلال المباراه. لكن ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي ان هو يواصل انطلاقته القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان تكون دافع بالنسبه لهم قوي لمواصله المشوار في هذا او هذه البطوله الطويله. والنادي الاهلي طبعا مركز فيها بشكل كبير جدا، وعايز يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي مطلب جماهيري طبعا خلال الفتره الاخيره بعد غياب 5 سنين. النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي طبعا مستنيين البطوله دي بفارغ الصبر. خليني اقول لك
ان الاعلام الجابوني بيتناول المباراه من منطلق مختلف يا كابتن ميدو، وهو بيتكلموا على ضروره ان لاعبتهم هنا في الجابون لازم ياخدوا المزيد من الخبرات من خلال مواجهه فريق كبير بحجم النادي الاهلي. هم طبعا اتكلموا عن النادي الاهلي كتير جدا في الصحف الجابونيه هنا، واتكلموا عن تاريخ النادي الاهلي طبعا على مدار سنين عديده وطويله وبطولات عديده وعديده بالنسبه للنادي الاهلي. هم عارفين طبعا قيمه النادي الاهلي وقيمه لاعبي النادي الاهلي المتواجدين مع الفريق خلال الفتره الحاليه، ومرشحين النادي الاهلي المرشح الاول للفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. وهم عندهم يقين طبعا النادي الاهلي خلاص شبه وصل لدور ال 16 من دوري ابطال افريقيا ودوري المجموعات، فبالتالي هم شايفين ان يجب الاستفاده من مواجهه فريق كبير بحجم النادي الاهلي خلال هذه المباراه حتى لو فريق منانا مش هيصعد. غدا من المتوقع ان يحضر عدد جمهور لا باس به، يعني يمكن ملعب الصداقه بيسعى لحوالي 50,000 متفرج، هيحضر حوالي 20,000 متفرج من الجماهير الخاصه بهذا الفريق الجابوني. وايضا من المتوقع يحضر بعض الافراد من الجاليه المصريه المتواجده هنا في الجابون. الجاليه المصريه تقريبا كلها حوالي 100 واحد، ده ممكن يحضر حوالي 20 او 30 واحد من الجاليه المصريه المتواجده هنا في الجابون، واللي كانوا متواجدين طبعا في الاوتيل وفي ملاعب التدريب عشان يلتقطوا بعض الصور التذكاريه، وفرحانين طبعا ان هم شافوا لاعبي النادي الاهلي. يا كابتن ميدو انا لسه مستمر معاك، لو عندك استفسار اتفضل. وانت امير خليت لي حاجه، بس انا هسالك برضو زي انت حفظت الاسئله بتاعت المقدمين بتاعتنا، بس انا هسالك برضو، يعني انت قلت لي الملعب النجيله بتاعته عاليه، ولا الملعب الارض بتاعته ناشفه، ولا في نقر وحفر في الارض، ولا طمني، عشان طبعا الملعب جماهير عامله او خايفه منه قوي جماهير الاهلاويه. وكلمني كمان على الاكل والشرب في الفندق، الاكل مناسب للفريق الاهلي ولا ايه؟ طيب خلينا نبتدي بجزئيه الملعب يا كابتن ميدو. يعني الملعب ارضيته ناشفه، يعني حتى اكثر من لاعب اشتكى من النهارده من خلال المران الاخير للنادي الاهلي ان الملعب ارضيته ناشفه، يعني هيبقى يعني بلغه الكره كده ملعب رخم بالنسبه للفريق خلال مباراه الغد. النجيله مش عاليه ولا حاجه، بالعكس هو اصلا ما فيش نجيله، يعني هي النجيله واضحه هتبان في التلفزيون ان في شكل الملعب، لكن في الواقع على ارضيه الملعب لا، النجيله سيئه جدا، ارضيه الملعب ناشفه جدا، يعني مش هتكون مهيئه بالشكل المناسب بالنسبه للنادي الاهلي حتى لو تم رش المياه طبعا خلال مباراه الغد، برضه هتكون عائق بالنسبه للفريق خلال هذه المباراه. لكن زي ما قلت لك كابتن ميدو، الفريق متعود على هذه الاجواء بشكل كبير جدا. لكن فيما يخص الطعام ومقر الاقامه، بالمناسبه مقر الاقامه جيد جدا يا كابتن ميدو، وملائم ومناسب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، خصوصا ان في اماكن كتير جدا في افريقيا ما كانش بيبقى مقر الاقامه بالامكانيات وبالشكل المناسب ده، فبالتالي لا، مقر الاقامه جيد بالنسبه للاعبين وبالنسبه للجهاز الفني. بالنسبه للطعام طبعا النادي الاهلي مصطحب مع الشيف الخاص بالفريق وهو الشيف محمد الدالي، وهو اللي بيقوم بالاشراف على كل الترتيبات الخاصه بالطعام بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طبعا المكونات نفسها او الطعام نفسه من هنا في الجابون، لكن تحت اشراف الشيف محمد الدالي هو اللي بيحضر الطعام وبالاسلوب المصري الخاص واللائق بالنسبه للفريق والمناسب بالنسبه للاعبي الفريق، وطبعا مع بالتنسيق مع الدكتور هاني وهبه طبعا اخصائي التغذيه بان الجهاز الفني للنادي الاهلي. لا، الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للفريق يا كابتن ميدو. لكن عايزين نتكلم عن بعض اللاعبين، يعني خليني اقول لك ان اول مران هنا في الجابون سعد سمير كان شارك في المران لكن ما شاركش في التقسيمه، كان عنده بعض الاجهاد الزائد وخصوصا بعد الرحله الطويله من مصر حتى الوصول هنا للجابون. لكن في المران الثاني والثالث اللي هو امبارح والنهارده شارك بشكل طبيعي جدا سعد سمير في التقسيمه مع نهايه المران، وواضح ان هو جاهز وبنسبه كبيره طبعا هيكون متواجد في خط دفاع النادي الاهلي بجانب ايمن اشرف، فهم الاقرب ان هم يكونوا الاثنين المساكين المتواجدين. بالنسبه لوليد ازارو وجونيور اجاييه، جونيور اجاييه يعني كان المفروض ان هو يوصل بالامس طبعا، لكن الاجراءات تقريبا لسه ما خلصتش بالنسبه لجونيور اجاييه، اجراءات السفر من نيجيريا للجابون ما استطاعش ان هو ينهيها طبعا حتى الامس. النهارده طبعا ما فيش اي جديد بالنسبه لجونيور اجاييه، من الواضح ان خلاص جونيور خارج هذه المباراه بشكل شبه رسمي، خصوصا حتى الان جونيور اجاييه ما وصلش لمعسكر الفريق هنا في الجابون، ويعني خلاص ناقص اقل من حوالي 20 ساعه على انطلاق المباراه، فبالتالي جونيور اجاي خلاص خارج المباراه حتى لو وصل. اعتقد هو ما شاركش في اي مران، فبالتالي بنسبه 99.9 جونيور اجاي مش هيكون موجود مع النادي الاهلي، وهيستمر في نيجيريا علشان يستعد لنهائيات كاس العالم من خلال معسكر منتخب بلاده. بالنسبه لوليد ازارو، وليد ازارو وصل
اخيرا فجر اليوم وبالتحديد في تمام الساعه 4:30 عصرا بتوقيت الجابون، وانضم لمعسكر الفريق وشارك في المران الاخير النهارده، وواضح ان هو جاهز على فكره بدنيا وفنيا بشكل جيد جدا، وواضح ان هو كان بيتمرن خلال الفتره السابقه او كم يوم اللي كان متواجد فيهم في المغرب عشان ينهي الاجراءات الخاصه به مع المنتخب المغربي. فبالتالي وليد ازارو متاح بالنسبه للفريق زي ما قلت لك طبعا مع بدايه ما اتكلمت معاك يا كابتن ميدو، وليد ازارو متاح بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وبالنسبه تالق النهارده في المران وقدر ان هو يحرز اكتر من هدف، وخصوصا ان وليد خلال الفترات السابقه ما شاء الله هو هداف في بطوله الدوري، نتمنى له طبعا الاستمراريه في هذه الجزئيه وايضا الاستمراريه في احراز المزيد والمزيد من الاهداف مع النادي الاهلي في مختلف البطولات. النهارده بالمناسبه خليني اقول لك يا كابتن ميدو، عقب انتهاء المباراه المران مباشره الفريق طبعا توجه لفندق الاقامه في وجبه عشاء هتكون في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت الجابون. بعد وجبه العشاء مباشره الكابتن حسام البدري هيتكلم مع اللاعبين على المزيد والمزيد من الامور الخاصه بفريق منان الجابوني، وبالتحديد عرض بعض لقطات الفيديو الخاصه بهذا الفريق في اخر مباراه ما بين الاهلي ومنان واللي انتهت بنتيجه 4-0، وهيكون في بعض التعليمات من الكابتن حسام البدري خلال محاضره النهارده وهي المحاضره الاخيره. وكان على مدار الايام السابقه طبعا القليله الماضيه كان في محاضرات من الكابتن حسام البدري حوالي 3 أو 4 محاضرات، النهارده المحاضره الاخيره بخلاف طبعا المحاضره الخاصه بالمباراه واللي هيعلن فيها الكابتن حسام البدري التشكيل، واللي هو اكيد مستقر عليه في دماغه، يعني مستقر على الشكل والتكتيك والتشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراه. لكن اللي عايزين ناكد عليه هي مدى جديه فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني واللاعبين لمواجهه فريق منانا رغم الفوز المريح، وضروره ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق الفوز هنا مش بس التعادل، لا ان شاء الله النادي الاهلي جاي عشان يفوز ويواصل هذه الانطلاقه القويه كابتن ميدو في مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان نفسنا بقى بصراحه البطوله ترجع عليه دولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب فتره حوالي 5 سنين، اكيد وحشت كل جمهور النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن ميدو معاك لو في اي استفسار. اخر سؤال يا امير، عشان انا حاسس ان انت كمان مجهد، يعني طمني بقى على تصريحات المدير الفني لفريق منان، انا حاسس ان هو صاحبك اصلا، انت عملت حاجه يعني محدش بيعملها، خدته قبل المباراه الماتش اللي فات وخدته بين الشوطين وخدته بعد المباراه، انا مش عارف ايه العلاقه، بس انت قول لي لو في تصريحات قالها على هذه المباراه الاهلي ومنان غدا، ولا انطباعه ايه عن هذه المباراه؟ هو راجل طيب جدا بصراحه كابتن ميدو، يعني قبل المباراه اللي فاتت قال لنا الاسلوب اللي هيلعب بيه هذه المباراه، وانا بصراحه رحت بسرعه قلت الكابتن احمد ايوب او كابتن كمان سيد معوض قبل نزول الفريق لارضيه الملعب يوم المباراه السابقه، لكن طبعا هم الراجل شايف اللي هو كيفن اوبينجا طبعا كيفن اوبينجا المدير الفني لفريق منانا، شايف ان هو خلاص فرصه تكاد تكون منعدمه في الصعود لدور ال 16 من دوري ابطال افريقيا، هو شايف ان فريق النادي الاهلي افضل بدنيا افضل فنيا، الفروقات واضحه جدا ما بين الفرقتين، فهو شاف ان من خلال المباريات دي هو بيقدر يحاول يكتسب المزيد من الخبرات بالنسبه للاعيبته عشان لما هو قادم بالنسبه لهم في بطوله الدوري او السنوات المقبله، وتجهيز اكبر قدر من او اكبر قدر من اللاعبين بالنسبه لفريق منان عشان يكونوا متاحين للمنتخب الجابوني اللي بيضم طبعا تحت قياده كاماتشو المدير الفني الاسباني لفريق او لمنتخب الجابوني اللي بيضم 2 من لاعبين المنتخب منانا، هم بيحاولوا ان هم يزودوا عدد اللاعبين المتواجدين في المنتخب الجابوني، لكن هم خلاص يعني مسلمين ان النادي الاهلي خلاص شبه صعد لبطوله دور 16 من دوري ابطال افريقيا، هم بس عايزين يقدموا مباراه كويسه شكل كويس، يحاولوا على الاقل يكسبوا النادي الاهلي 1-0، يبقى هم في تاريخهم حققوا فوز على النادي الاهلي، خصوصا ان احنا عارفين يا كابتن مينو ان دي اول مباراه في تاريخ الفريقين، يعني مباراه سابقه في القاهره كانت اول مباراه في تاريخ الفريقين لمواجهه طبعا بعض خلال المباريات الرسميه، المباراه الثانيه هتكون بكره ما بينهم، فهم عايزين يقدوا مباراه قويه تليق او تحاول تعمل لنفسهم سمعه شويه خلال بطوله دوري ابطال افريقيا او في افريقيا بشكل عام لما هو قادم من خلالهم من مناسبات. طبعا العامل المشترك ما بين الفرقتين احنا عارفينه يا كابتن ميدو هو اللاعب المميز جدا اللي كان متواجد في النادي الاهلي هو اللاعب الدولي الجابوني مالك ايفونا، هو العامل المميز، وخليني اقول لك ان مالك ايفونا هنا في الجابون اكتسب شعبيته
من خلال تواجده في النادي الأهلي. يعني أي واحد بيكون متواجد في النادي الأهلي دي بالنسبة له بتكسبه شعبية حتى لو في بلاده مش في مصر حتى، لكن اللي بيسيب النادي الأهلي دايما هو اللي بيبقى خسران يا كابتن ميدو زي ما احنا عارفين. فبالتالي يعني ملك إيفون عنده شعبية كبيرة هنا في الجابون من خلال مشاركته مع النادي الأهلي، واكتسب شهرته من خلال تواجده مع النادي الأهلي. وأيضا الجابوني طبعا نجم المنتخب الجابوني بيير إمريك أوباميانج هو أحد النجوم الكبار واللي بيتابعوه بشكل كبير جدا هنا في الجابون، خصوصا أنه هو متواجد مع فريق كبير بحجم فريق أرسنال الإنجليزي وهو نجم النجوم هنا بالنسبة لهم في الجابون. يعرفوا بعض اللاعبين المصريين على فكرة بالمناسبة كابتن ميدو، هو أحمد فتحي أكتر لعيب هنا يعرفوه، خصوصا أنه هو شارك مع منتخب مصر في نهائيات الأمم الأفريقية العام الماضي في 2017 هنا بالجابون، ووصل لي طبعا المباراة النهائية أمام فريق أو منتخب الكاميروني، بيلتقطوا معاه هنا الجابونيين بعض الصور وعارفينه بشكل جيد جدا. يعني هي دي كل الأجواء كابتن ميدو هنا في الجابون، والاستعدادات أكيد جيدة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله مش ناقص بس غير التوفيق بكرة للفريق إن شاء الله خلال مباراة مونانا، ونتأهل إن شاء الله لدور 16 من دوري أبطال أفريقيا كابتن ميدو. شكرا جدا ليك يا أمير نجم الأهلي مراسلنا في الجابون من بعثة إقامة النادي الأهلي، إن شاء الله تفرحونا بكرة زي ما أنتوا معودنا. شكرا جدا ليك يا أمير. يعني أمير اتكلم في كل حاجة بصراحة، اتكلمنا في أرض ملعب، اتكلمنا في صحات كابتن حسام بدري، اتكلمنا في صحات كيفن مدير فني لمونانا، اتكلمنا في الأجواء العامة، اتكلمنا في الأكل والشرب، اتكلمنا في اللعيبة، اتكلمنا في أزارو، في أجاييه. أجاييه خلاص ممكن نقول أنه مستبعد تماما، لكن كابتن حسام بدري في تصريحاته اللي صرح بيها قبل هذا اللقاء قال ان نتيجه الذهاب نتيجه خادعه، وانا بتفق معاه تماما. مفيش حاجه في الكوره اسمها ثوابت، اربع اهداف اه ماشي، لكن انت بتلعب في ملعب صعب جدا زي ما امير بيقول، عندك جماهير، عندك حر، عندك رطوبه، عندك دفعه معنويه كبيره جدا لنتيجه الضغط اللي ضغطوه الجمهور الجابوني على فرقه مونانا نتيجه الاهداف الاربعه اللي استقبلوهم في القاهره في استاد القاهره. عشان كده المباراه تكون صعبه، عندك غيابات كتير جدا للنادي الاهلي، لكن الموجود دايما بيسد وبيسد في اي مكان. دي كانت تصريحات الكابتن حسام البدري، وقال كمان كان في محاضرات فيديو قال عليها امير هشام عشان يحدد او يكلف كل لعيب بالمهام بتاعته. طارق سليمان بياكد على اجهزيه الشناوي حارس العملاق ولطفي، وان شاء الله يدخل معاهم في الفتره اللي جايه شريف اكرامي. والاهلي يكشف عن اربع معايير لاختيار المكرمين في احتفاليه الغد، ان شاء الله نكون معاكم من الساعه 10 صباحا بكره، ان شاء الله نكون معاكم عشان نغطي يوم الاحد، اسف هنكون معاكم ان شاء الله عشان نغطي هذه الاحتفاليه. العميد محمد مرجان قال ان في اربع شروط او معايير، اول معيار تجاوز سن ال 75 عام، والمعيار الثاني ان يكون اختتم مشواره داخل النادي الاهلي، والمعيار الثالث ان يكون خدم النادي الاهلي على مستوى الدرجه الاولى والتدريب لفتره لا تقل عن 10 سنوات، والمعيار الرابع الا يكون متولي مسؤوليه داخل جدران النادي الاهلي. دي كانت اهم اخبارنا. نروح بقى الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، ضيوفنا الكبار نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر، الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي والكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش. فاصل واستنونا.